VTA 4، مركبة الإنزال المجنزرة المدرعة الرابعة، ناقلة جنود برمائية أمريكية، صنع منها 1890 مركبة عام 1944، بوزن 18 طن، طاقم 6 أفراد، تسليح مدفع عيار 75 ملم مع 100 قذيفة، ورشاش عيار 12.7 ملم مع 420 طلقة، ورشاش عيار 7.62 ملم مع 6000 طلقة. السرعة القصوى 40 كم في الساعة على الطرق المعبدة، 11 كم في الساعة داخل الماء. المدى العملياتي 200 كم.